السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من كورس ماسترينج فلتر. في هذا الدرس إن شاء الله حنكمل مع جوجل ماب. طبعا بالدرس السابق عرفنا نحن كيف بنعمل انيبل للجوجل ماب اس دي كي، تمام، بالنسبة للاندرويد. وبهذا الدرس إن شاء الله حنشوف كيف حنستعملها نحن داخل تطبيقنا. طبعا استعمالها جدا بسيط، حنروح على الكونتينر بهذا الشكل، اوكي، حنضيف كولوم بهذا الشكل، اوكي، وداخل الكولوم حضيف اكسباندد عشان يتمدد على طول الصفحة بشكل كامل، وداخله انا حضيف الجوجل ماب. موضوع جدا بسيط. طبعا الامر الريكوايرد بالنسبة لي هو الانيشال كاميرا بوزيشن، يعني انا لما تفتح عندي الجوجل ماب او تظهر عندي الجوجل ماب، ايش هو الموقع اللي حيظهر بالبداية؟ طبعا بشكل افتراضي هن شو عاملين؟ عاملين موقع جوجل بليكس، تمام؟ اللي هو طبعا موقع شركة جوجل بشكل عام يعني. فانا اذا حابب اغير الموقع بقدر بكل بساطه اغير اللاتيتيود واللانجيتيود. هي ببساطه حنشوف اول شيء كيف حنبني الموقع او المتغير الخاص بالموقع. فانا بكل بساطه هون هعمل ستاتيك، تمام، او من دون ستاتيك ما في داعي نعقد الامور. يعني هنا عاملين مثل ما ملاحظين ستاتيك كونست، لا انا عادي ما في مشكله، ممكن نضيف دغري مباشره كاميرا بوزيشن، كاميرا بوزيشن بهذا الشكل، كاميرا بوزيشن. وداخلها طبعا انا بحاجه اضيف التارجت. التارجت يا شباب هو بيقبل اللات لانج، خاصية اللات لانج اللي هي طبعا اللاتيتيود واللانجيتيود، اللي بنضيف داخلها اللاتيتيود واللانجيتيود. أنا على سبيل المثال حابب سوريا تكون هي أول موقع بيظهر عندي على الخريطة، فطبعا بنروح بنجيب الإحداثيات الخاصة بسوريا، تمام. مثلا على سبيل المثال سوريا، هاختار أنا دمشق تحديدا بهذا الشكل، أوكي، هاخذ الإحداثيات، هناخد احداثيات العرض، احداثيات الطول، اللانجيتيود واللاتيتيود واللانجيتيود طبعا، اوكي، بهذا الشكل. طبعا حضيفها للجوجل ماب عندي بهذا الشكل. هلا لو عملت انا هوت ريستارت يفترض تظهر عندي الجوجل ماب، ويكون الموقع اللي يظهر عندي هو طبعا دمشق. متاكد؟ فعلا اظهر لي سوريا، ولكن يعني الزوم كثير بعيد، يعني ما في زوم، انا ما حددت الزوم. فالافضل اني حدد الزوم عشان يكون يعني يعرض لي تحديدا بس دمشق، يعني ما يعرض لي كل الخريطة وسوريا تكون بالمنتصف، لا، دمشق بالتحديد. فأنا ممكن أضيف 14 وأعمل هوت ريستارت، هلا حيعرض لي دمشق بالضبط، لأن أنا الزوم طبعا صغرته كثير، تمام. فمثل ما ملاحظين عرض لي دمشق. لو بعدت شوي نتأكد فعلا هو عند دمشق. طبعا أكيد أغلبكم يا شباب عم يسأل حاله إيش يعني 14؟ 14 هو مقدار الزوم على الخريطة. هي ببساطة، يعني لو أنا عملت صفر فمعناتها الزوم على الخريطة هو زيرو، فرح يعرض لي كل خريطة العالم مثل ما ملاحظين، تمام؟ عرض لي كل خريطة العالم. كل ما ازداد هذا الرقم بيزداد الزوم. طبعا الزوم بتقبل رقم من نوع دبل، يعني أنا على سبيل المثال ممكن أضيف 10.1 بهذا الشكل، فبنلاحظ إنه الزوم حيزداد عندي هلا، تمام؟ مثل ما ملاحظين ازداد الزوم وعرض لي تقريبا كل المحافظة دمشق تقريبا. كل ما ازداد هذا الرقم حيزداد الزوم. لو عملت 12 مثلا وعملت هوت ريستارت حيزداد الزوم اكثر، تمام، بنلاحظ ازداد الزوم عندي اكثر. لو عملت 20 حيزداد الزوم بشكل كبير جدا جدا جدا، يعني بجوز يعرض لي قرية صغيرة بدمشق او جزء صغير من دمشق. مثل ما شايفين الزوم كثير قريب، فبضطر بعد لحتى اشوف وين عرض لي، عرض لي بس الحديقه هي، تخيلوا يعني. فهي هي الفكره يا شباب من الزوم. طبعا عندي خواص اخرى مهمه بالجوجل ماب، واللي هي طبعا الماب تايب، واللي هي نوع الخريطه، تمام. هلا خلونا اول شيء نرجع الزوم ل 12 لرقم يكون جيد يعني واضح، اوكي، بهذا الشكل. وهون طبعا يا شباب نوع الخريطه، طبعا في عندي عده انواع. بمجرد ما اعمل ماب تايب بهذا الشكل واعمل دوت حيظهر عندي جميع الانواع. اهم نوعين هن النورمال والستلايت. اما النورمال اللي هو الوضع هذا الافتراضي، اوكي، لو عملت هوت ريستارت حتنعرض عندي الخريطه بوضع النورمال اللي هو الوضع هذا اللي احنا عارفينه. وفي عندي الستلايت اللي هي الخريطه الحقيقيه، يعني مثل ما بيشوفها القمر الصناعي بالضبط، تمام، بكامل التضاريس مثل ما واضحين، تمام. اغلب الاوقات او 99% من التطبيقات نحن حنستعمل النورمال عشان تكون الطرق واضحه بالنسبه لنا، تمام. هي هي الفكره الاساسيه من الماب تايب. وايضا يا شباب من الخواص الهامه بالجوجل ماب، واللي هي طبعا الفانكشن اللي هي الاون ماب كرييتد، واللي هي طبعا بتنشئ لي الكنترولر. فانا ممكن انشئ كنترولر خاص بالجوجل ماب، ممكن اسميه مثلا ماب
كنترولر بهذا الشكل. اوكي، وطبعا انا حانشئ كنترولر خاص بالجوجل ماب، او المتغير الخاص بالكنترولر بالجوجل ماب حانشئه هون، افضل جوجل ماب كنترولر حسميه مثلا جي ام سي، تمام على سبيل. طبعا اختار الاسم تشوفه انت مناسب، وهذا طبعا حياخذ القيمه اللي موجوده بهي الفانكشن، يعني بمعنى اني انا عم بسند له قيمه الكنترولر الخاص بالجوجل ماب. هي هي الفكره ببساطه، وهذا المتغير يقبل نال عشان ينشال من عندي الخطا بشكل نهائي. لو عملت هوت ريستارت ما راح يحدث عندي اي مشكله على الاطلاق. طبعا البعض حيسالني ايش الفائده من هذا المتغير اللي انشاناه بالاعلى، وليش نحن لنسند له قيمه الكنترولر الخاصه بجوجل ماب. هذا الشيء حنعرفه بالدروس القادمه، ولكن الفكره الاساسيه من هذا انه نحن من خلاله حنقدر نتحكم بالخريطه بشكل كامل. وايضا يا شباب، من الخواص المهمه الموجوده بالجوجل ماب واللي هي طبعا الماركر، واللي هي طبعا من اسمها العلامات، يعني العلامات اللي بتظهر على الخريطه. طبعا هي اول شيء من نوع ست، تمام؟ فبالتالي انا حانشئ متغير بالاعلى، ولكن هذا المتغير حيكون من نوع ليست وليس ست، رح اقول لكم ليه هلا. تمام، حسميه انا ماركر بهذا الشكل، تمام. وهذا طبعا حيكون من نوع ايش يا شباب؟ من نوع ماركر. فلحدد انه هذا المتغير حيكون من نوع ماركر. اول شيء طبعا احنا حنضيف عده ماركر، انا حضيف مبدئيا واحده، تمام، عشان يكون الموضوع واضح بالنسبه لنا. طبعا كل ماركر له اي دي. شو يعني الاي دي؟ يعني معرف خاص بهي الماركر، ما لازم يتشبه مع اي ماركر اخر، تمام. فبالتالي هون ممكن اضيف الماركر اي دي واعطيه مثلا قيمه لازم تتشابه مع اي ماركر ثاني. انا حاعطيه قيمه رقم واحد، ممكن تعطيه الاسم اللي انت عايزه، تمام. وثاني شيء انا بحاجته يا شباب اللي هو البوزيشن او الموقع، واللي طبعا من خلاله ححدد اللانجيتيود واللاتيتيود. انا حاخذ هذا على سبيل المثال عشان يظهر لي ماركر بمنتصف الخريطه، اوكي عندي، تمام، بهذا الشكل. وبعد طبعا ما نخلص، اوكي، هاعمل سيت، او ما في داعي، هاخذ هي الماركرز ضيفها هون بهذا الشكل واعمل لها تو سيت، يعني ححولها لست. انا بتعرف نحن بنقدر نحول من ليست لست من خلال هي الميثود اللي هي تو سيت بهذا الشكل. وبمجرد ما نعمل كنترول اس هنلاحظ انه الماركر ظهرت عندي على الخريطه تحديدا بالمنتصف. طبعا انا ممكن اضيف اكثر من ماركر، بكل بساطه باخذها كوبي بيست داخل هي الليست. طبعا لازم غير الماركر اي دي، احنا اتفقنا الماركر اي دي ما لازم يتشابه، تمام، ابدا بين اي ماركر وماركر ثاني. وايضا ممكن نغير جزء من الاحداثيات، مثلا خليها واحد هي على سبيل المثال. نعمل هوت ريستارت، فلازم يظهر عندي تو ماركر حاليا على الخريطه، تمام. طبعا الماركرين الى حد ما بعاد عن بعض شوي، تمام، فلذلك اضطرينا نخفف الزوم شوي. بنلاحظ الماركر الثاني ظهر بهذا المكان. طبعا حسب الاحداثيات اللي انت بتعطيها بيظهر، تمام. هي هي الفكره الاساسيه يا شباب من الماركر. ومن الخواص الهامه الموجوده ايضا بالجوجل ماب يا شباب اللي هي طبعا الاون تاب. الاون تاب طبعا من اسمه عند الضغط على الخريطه، يعني بتشتغل هي عند الضغط على الخريطه، ولكن هي بتحتوي على متغير من نوع لات لانج. نحن عارفين ايش يعني هذا المتغير. هذا المتغير يا شباب يعني ببساطه انه عند الضغط على اي مكان بالخريطه حيرجع لي احداثياته اللاتيتيود واللانجيتيود. هنتاكد من هذا الشيء، هنعمل برنت عند الضغط على اي جزء من الخريطه، اوكي، بهذا الشكل. هنطبع فيه اللاتيتيود واللانجيتيود، فنضيف اللات لانج، اوكي، دوت لاتيتيود على سبيل المثال، وهضيف ايضا اللانجيتيود بهذا الشكل، تمام. خلينا نفتح الاوتبوت، نعمل كلير كونسول، ونعمل هوت ريستارت، اوكي، بهذا الشكل. طبعا هنخفف الزوم شوي بهذا الشكل، وحنعمل كلير كونسول. لاحظوا هلا عند الضغط على اي مكان بالخريطه حيجيب لي احداثياته، لو ضغط على هذا المكان راح يجيب لي الاحداثيات الخاصه فيه. 33.4 بالنسبه لللاتيتيود و 36.1 بالنسبه لللانجيتيود. لو ضغط على هذا المكان جاب لي احداثياته ايضا، 33.23 بالنسبه لللاتيتيود و 36.0 بالنسبه لللانجيتيود. هي ببساطه ميزه الاون تاب، عند الضغط على اي مكان هيجيب لي الاحداثيات الخاصه فيه. طيب انا ممكن اعمل فكره كثير حلوه، انه عند الضغط على اي مكان بالخريطه، تمام، يضيف لي ماركر. طيب كيف حنعمل هذا الشيء؟ بكل بساطه حناخذ الليست، اوكي، حنعمل دوت اد،
هضيف ماركر اي دي، ماركر بهذا الشكل، هضيف له ماركر اي دي اوكي بهذا الشكل. تمام، على سبيل المثال حنعطي ماركر اي دي، طبعا اي شيء نحن نقدر نعطيه بس عشان ما يتكرر حاعطي لانج لات لانج اوكي دوت لاتيتيود مثلا دوت تو سترينج، او ما في داعي تو سترينج، ما هي اصلا موجوده داخل سترينج فما راح ياثر هذا الموضوع ابدا. اوكي، وبعدها حنعمل سيت ستيت لانه في تعديل على اليو اي حتى يظهر الماركر عند الضغط على اي مكان بالخريطه. تمام، لازم سيت ستيت اجباري. هلا لو ضغطت على سبيل المثال على اي مكان بالخريطه يفترض يظهر عندي ماركر، لو ضغطت هون لازم يضيف لي ماركر اذا كان شغلي صحيح. فطالما ما اظهر لي الماركر فمعناته انا عندي خطا، والخطا يا شباب جدا واضح اني انا نسيت ضيف البوزيشن الخاص بالماركر. يعني انا اوكي عند الضغط على اي مكان بالخريطه قلت له انه ضيف لي ماركر، ولكن انا ما حددت له المكان اللي يظهر فيه الماركر، وهي طبعا خطا مني صح ولا لا؟ فانا بكل بساطه لازم ضيف البوزيشن. تمام، والبوزيشن طبعا مثل ما نحن عارفين هو عباره عن لات لانك، لازم نضيف فيه احداثيات الطول والعرض اللي هي اللاتيتيود واللانجيتيود. طيب السؤال المهم، من وين انا حجيب اللاتيتيود واللانجيتيود للمكان اللي انا عم بضغط عليه؟ اكيد من الفانكشن، من خلال هذا المتغير. فبالتالي انا حادخل اللاتيتيود، حاخذ كنترول سي وادخل اللاتيتيود الخاص فيه، وهون طبعا حادخل اللانجيتيود الخاص فيه. موضوع جدا بسيط اوكي بهذا الشكل. بعدها حنرتب الكود، نعمل هوت ريستارت، وهلا يفترض اي مكان بضغط عليه يظهر لي فيه ماركر 100% من دون اي مشاكل. تمام، حاليا انا عندي 2 ماركر مثل ما نحن عارفين، هلا يفترض اي مكان بضغط عليه يظهر لي الماركر. حاضغط على سبيل المثال على التل فبنلاحظ انه ظهر لي ماركر بهذا المكان، حاضغط على هي المنطقه فبنلاحظ انه ظهر لي ماركر بهي المنطقه، اي منطقه عم بضغط عليها عم يظهر لي ماركر فيها بهذا الشكل. وهي الفكرة ببساطة يا شباب من الماركر. طيب ناخذ مثال ثاني يكون فيه شوية تفكير أكثر، واللي هو على سبيل المثال اختيار موقعي على الخريطة. يعني احنا بنعرف في أغلب التطبيقات يقول لي الرجاء اختار موقعك على الخريطة، فأنت بتصير بدك تختار موقعك على الخريطة وعند الضغط على هذا المكان حيظهر لك فيه ماركر، وماركر لازم يكون ماركر واحد، ما يكون عندي أكثر من ماركر. فبهالحالة أكيد لازم شيل الماركر هون بشكل كامل، أوكي؟ ولازم اي ماركر بينضاف ياخذ رقم 1، هلا حقلكم ليش، او اي شيء يعني اعطوه اي قيمه بس تكون ثابته. تمام، ونعمل هوت ريستارت. هلا طبعا ملاحظه عندي اي ماركر على الخريطه، ما في عندي اي ماركر بالخريطه، انا اي مكان حاضغط عليه حيظهر فيه الماركر. لنفترض انه لازم احدد موقعي، ححدد موقعي بهذا المكان اوكي. طيب بنفترض جدلا انه نحن حددنا موقعنا غلط وحابين نعدله ونختار هذا المكان بدل هذا المكان. تمام، فشوف شو عم بيحصل، عم يتغير موقع الماركر من هذا المكان لهذا المكان. ليش؟ لانه اعطيته نفس الماركر اي دي. تمام، وهو ما بيسمح انه يكون في 2 ماركر لهم نفس المعرف، فبالتالي حيشل الاول بيضيف، او بشكل عام حيغير مكان الاول بهذا الشكل. وهي الفكره من فكره اختيار الموقع على الخريطه. تمام، صار بامكاني اختار موقعي على الخريطه واتاكد من موقعي من خلال الماركر يلي انا طبعا عم يظهر عندي عند الضغط على المكان. اوكي، بتمنى يا رب انه الدرس هذا يكون واضح بالنسبه لكم. حنكتفي بهذا القدر لهذا الدرس عشان وقت الفيديو ما يكون طويل. بتمنى يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه لتفعيل جرس الصوت لكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.